السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن سعر الدولار اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلوكوا للأخبار الجديدة. بالنسبة لسعر الدولار، سجل سعر الدولار اليوم استقرار أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022. وليه هنتعرف بقى على سعر الدولار في البنوك. اول حاجة سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الشراء 24 جنيه 56 قرش، البيع 24 جنيه 64 قرش. سعر الدولار في البنك الاهلي المصري، الشراء 24 جنيه 54 قرش، البيع 24 جنيه 59 قرش. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 24 جنيه 58 قرش، البيع 24 جنيه 64 قرش. سعر الدولار في بنك مصر، الشراء 24 جنيه 54 قرش، البيع 24 جنيه 59 قرش. سعر الدولار في بنك الاسكندرية، الشراء 24 جنيه 60 قرش، البيع 24 جنيه 65 قرش. سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي، الشراء 24 جنيه 62 قرش، البيع 24 جنيه 65 قرش. دي كانت اسعار الدولار في بنوك المختلفة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل الاخبار الجديدة توصل لكم بشكل حصري وسريع. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.